بعد أن كان ممكن منتزه البحيرات ناسين بمنطقة كركيبة بوادي لجال ممكن مقصد العديد من السياح، لأن ممكن الأوضاع تختلف اليوم، أصبح كغيره من المعالم السياحية بالجنوب. صحيح، الإهمال طبعاً اللي يعانيه الجنوب بشكل غير طبيعي من المسؤولين. هناك محمد البكاي صاحب أحدى المرافق السياحية سيروي لنا مزيد من التفاصيل، فلنتابع. طبعا الجنوب الليبي كان يزدهر بالعديد من المناطق السياحية والأثرية التي كانت تقدم الخدمات للسواح من جميع أنحاء العالم، كانوا يزوروا في هذه المناطق. أذكر منها في العديد من المنتزهات في منطقة بوانيس وعدة فنادق كبيرة في سبها، مثل فندق أفريقيا وفندق المهاري وعديد من المنتزهات السياحية والمنتجعات في حوض مرزق، في لامتداد القطرون لواو ناموس، ثم منطقة وادي الأجال كانت لها الحظ الأوفر في هذه الخدمات وفي هذه المنتجعات السياحية، بها العديد من المنتجعات السياحية الجميلة التي كانت صور هذه المنتزهات موجودة في أرقى المجلات السياحية في العالم. فكانوا السواح يأتوا إلى هذه الأماكن من جميع أنحاء العالم. هذه مثلا هذه المنتزه اللي نحن الآن نتحدث فيه، هذا منتزه البحيرات بمنطقة كركيبة، وهو بوابة مدخل قبر عون، ولكن مع الأسف الشديد وصلنا إلى تهالك هذه المناطق السياحية، وتعرضت للسطو والسرقة والتدمير، وأصبحت يعني مناطق مهجورة. بدأت الرمال تزحف حولها ودمرت وتعرضت للسطو والنهب لأكثر من مرة، وكل هذا بسبب الإقصاء اللي المتعمد لمناطق فزان، وبسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية، وغياب الدولة ليست موجودة. نحن نعرف أن الوضع الأمني في البلاد بصفة عامة صعب جدا وحرج، ولكن تمنينا أن من وزارة السياحة أنها تقدم أقل حاجة حصر هذه المواقع السياحية والممتلكات. نحن هذا صرفنا عليه مئات الآلاف من الدينارات. كان العديد من شباب المنطقة وشباب متحصلين فرص عمل فيه، والآن أصبح هباء منثورا، أصبح يعني في حكم الماضي. أخيرا أتمنى من جميع المسؤولين سواء كانوا وزراء أو وكلاء أو مدراء إدارات أو نواب، أتمنى أن أقول لهم لا تنسوا جنوبكم الحبيب، لا تنسوا هذه الأماكن الجميلة.